الفنان صلاح السعدني ممثل مصري حاصل على بكالوريوس الزراعة، واتولد في المنوفية 23 أكتوبر 1943. اسمه بالكامل صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني. بدأ مشواره الفني على مسرح الجامعة مع صديقه عادل إمام. اعتزل التمثيل قبل موته بعشر سنين. توفي الفنان صلاح السعدني يوم الجمعة 19/4/2024، واتشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في الجيزة.